ننتقل للرياض، حيث اختتمت اليوم فعاليات معرض العروس 2010 الذي لأول مرة فسح المجال للنساء والرجال أن يتشاركوا سويا في اختيار ما يناسبهم ليوم العمر. تقرير لنايف المطيري. يستمر معرض العروس والعطور والساعات والذي يقام في مدينة الرياض بجذب الكثير من الزوار والمهتمين طوال أيام إقامة المعرض. الحقيقة احنا في هذا المعرض اولا حاولنا نجهز الستاند تبعنا على شكل قاعة مصغرة للأعراس، يعني كأنك داخل على قاعة مصغرة فيها كوشة للأرسان، فيها الطاولات اللي تكون موجودة يعني لجلوس المدعوين، او فيها انواع الضيافة اللي تقدم في الأعراس، بالإضافة الى انه احنا نزلنا هذه المرة حوالي 11 قالب تصميم جديد خاص فقط في معرض العروس، لأول مرة نصممها بمختلف الأحجام والأشكال. والله المشاركة جيدة جدا، وكان حجم الحضور كان عالي جدا، وناس كتيرة جدا اتعرفت علينا أكتر، وهي عارفانا اوريدي بس عرفونا أكتر، ومن خلال عدد كبير جدا من المدعوين جم وشافوا المعرض وشافوا حجم منتجات عندنا جديدة. احنا عملنا منتجات مخصصة للعروس المرحلة اللي جاية هتنزل إن شاء الله، وفي المرحلة اللي جاية ممكن يكون في حملة دعائية خاصة للعروس بإذن الله هنبدأ نعملها بالاشتراك مع معرض العروس. شرفني أنه اشترك بالمعرض هون بعد ما أعطوني العلم في معرض بالرياض بخص العروسة، بقى حبينا نعمل مداخلة من خلال تصاميمنا بالخطوط المتجددة، بالإضافة أنه كمان فينا نكمل نحن العروس بالمكياج بدار الروز بمصندر الشعلة، بهيك حال تطلع العروس كاملة من كل شيء. وتكمن أهمية المعرض الكبيرة في توفيره الكثير من المستلزمات التي تهم العروس في المقام الأول تحت سقف واحد وبأسعار مغرية، مما يوفر الجهد والمال بالنسبة للمقدمين على الزواج. احنا عندنا عروض خاصة في معرض العروس، عندنا خصم 50% على التنعيم الكريستالي، وعندنا خصم 50% على إزالة الشعر بالليزر. نحن نقدم يعني اللي هي صناديق الخاصة بتقديم الكويش وتقديم المهر والشبكة، طبعا عندنا قسم خاص اوكي لتنفيذ الاشياء الخاصه من ناحيه انتاج مثلا الصواني مع المعاميل حقتها كامله من مداخن وعلب العطورات، وهذه طبعا تتفصل تفصيل خاص. طبعا برضو عندنا برضو ستاندات خاصه اللي هي ستاندات مطليه بالذهب، طبعا كل طبعا هذه صناعه يدويه. برضو في عندنا قسم اللي هو الهدايا المتخصصه اوكي في مجال الزواجات اللي هي من ناحيه الهدايا التذكاريه والاشياء هذه. حرصت الشركات المشاركه على جذب انتباه الزوار من خلال تقديم العروض الخاصة والتي قد لا تتوفر خارج أسوار معرض العروس، ولذلك يشهد المعرض ازديادا كبيرا في أعداد الزوار من يوم إلى آخر لاستغلال العروض المتاحة والاستفادة منها. لبرنامج يا هلا، نايف المطيري، الرياض.